والله وقع من المي الله وكيله. والله صار بي. بدأت المنازل تتهاوى على رؤوس ساكنيها، ومع كل موجة أمطار تجتاح الموصل ترافقها موجة من المعاناة والمأساة تجتاح عددا من أحياء المدينة. وهنا في حي الشيماء بالجانب الأيسر تحولت الشوارع إلى برك ومستنقعات للمياه فلا سبيل لتصريفها، فهذا الحي بدون شبكات للمجاري ودون طرق معبدة حتى هذا اليوم. مشكلتنا المجاري، جاء مدير البلدية هنا، جاء المحافظ، ماكو مسؤول، ما جاء زارنا، بس وعود وكل شيء، ماكو أي قبض ماكو. فإحنا نطالب يعني هذه التخصيصات الجد بشي يندارون على هاي المنطقة. هاي المنطقة هاي البيوت راح تقع، هذا دحق على المايات، هذا بيتي، هذا المي راح يفوت من جوا قبل على الأساسات. وناشدنا مسؤول، واجا المسؤولين هنا حضروا بالمنطقة وشافوا بالمنطقة، اجا سيد المحافظ، اجا أعضاء من البرلمان، وعدونا انهم بده يشوفوا له حل لهي المنطقة ويشوفوا له حل هاي الفيضانات مثل ما شفتوا انتم. يعني لا يقدر الاطفال يقدرون يعبرون، لا يقدرون النساء يعبرون، لا يقدرون حتى الطلاب، انت شفتوا حال الطلاب، الطلاب ما يقدرون يعبرون مني انا. هاي الحالة هاي ترى من عندنا، هاي كلها هذه احنا من صرفياتنا احنا عن المنطقة. يعاني سكان المنطقة من سوء الحال بصورة كبيرة، والمشاهد التي صورتها عدسة التغيير كانت أبلغ من الكلام. حي الشيماء تعاني من مشاكل، منها التبليط، منها الماء، منها المجاري، شبكة الماء بعد ما مكتملة في بعض أحياء. طبعا راجعنا السيد المحافظ، راجعنا المعاون الإداري والفني، راجعنا بلدية الموصل، راجعنا دائرة المجاري، حول أنه التبليط وما تبقى بإكمال الحي، لكن وعود فقط. أما فيما يخص الوعود التي سمعها المواطنون من المسؤولين وأصحاب القرار كانت أكبر من برك المياه هذه، ولكن لا شيء على أرض الواقع حتى يومنا هذا. هاي صارنا سنة، أزيد من سنة، بس هذا الموقع الآن مستنقع لهنا جنب بيتي، والطفل وقع هنا، هذا الطفل وقع ذاك اليوم غرق هنا. هذا البيت وقع، خليش يشوف المحافظ إذا شوفوا البيت وقع، يعني ما بيتين وقعوا، والله الحيطان كله مال المصطفحات وقعت، من يلا يجي من يعوضنا بهذا الماء المستنقع؟ وعدت الحكومة المحلية بشمول هذا الحي في الحملة القادمة، ولكن ما بين مطرقة المعاناة والمأساة وما بين الوعود الحكومية تستمر المعاناة هنا حتى إشعار آخر. من الموصل، محمود الجماسة، قناة التغيير.